الحاله الغريبه ان احنا اشتغلنا فيها في المركب، الناس اللي هي كانت في مركب السبريز دي حاله غريبه. سالم السبريز ايه بقى؟ ان احنا جابوا لنا في لحظه واحده كده 80 ميت ولا 90 ميت في المشرحه، فكنا في اجازه عيد وجابونا كده من البيوت تعالوا اشتغلوا فيها. اشتغلنا فيها وقعدنا يومين شغالين فيهم ليل ونهار ليل ونهار، والناس كانت بتهاجمنا جوه في المشرحه. يعني الناس بتخش لك 50 60 واحد على ميت وهم مش عارفين الماده بتاعهم ولا مش بتاعهم. اشتغلنا فيها بالشقه. انا كنت في راجل كبير في السن وسنه فوق ال 60 سنه ولا 70 سنه، وانا بغسله حسيت ان الراجل في ايدي، ان انا بشبع عليه وبعرفه، لدرجه ان انا دخلت بصيت له مره واثنين وثلاثه وانا بغسله، وانا اللي استلمته من الاسعاف نزلته، فحسسني الراجل ان انا روحي فيه كده. وهو كمان وانا بعد ما غسلته وحطيته في العربيه بقيت حاسس ان الراجل ده قريبي منه وفي منه معرفه، وبقيت كل يوم والتاني افتكر ان الراجل ده قاعد معايا، عشان الراجل ده قبل منها بشهر كان عندنا في المشرحه بيستلم حاله. فتخيل انا شفت الراجل ده نايم عندي، ومن ساعتها بقت حاسس ان انا تايه وتوهاني مع الراجل، اللي حسسني بسرحان جامد. انا سنه 95 اشتغلت في المشرحه، فاول ميت غسلته كان عيل عنده 9 سنين. بعد ما غسلته وكفنته وروحت بيتي قرفت من الاكل اللي انا كنت هاكله، يعني حسيت ان ايدي دي انا شامم فيها ان ريحه الاكل اللي انا هاكله وهو في ريحه البنادم. بدات اكل جبنه قديمه وانسى واكل حاجه حراقه وكده اهوت عشان خاطر اتوه عن الريحه اللي كانت في ايدي، ومع مجرات الزمن والوقت اتعودت خلاص على الريحه اللي في ايدي. كان ميت في، كانت مرات ابوه موتاه ورميها في عين السيره وانا كنت لسه عيل صغير، فصاحب الشغل بتاع اللي انا كنت شغال عنده قال لي خش غسله، فدخلت بقى غسلته. كان لسه ما بقاليش 10 ايام في المشرحه. حلمت؟ لا، انا حلمت مره بعيله صغيره جاتني كده بالليل وانا نايم، وكانت لسه متجوز ومخلف ومعايا بنت صغيره، اول بنت ليه، فحلمت ان البنت دي هي دي، فتهيأت بقت مسروع عليها وصرعتي على بنتي هي كانت البنت دي، وانا اي حد ما كنت شغال كان بيجي اسمي من نفس اسامي عيالي كنت بتضايق. انا حلمت ان البنت اللي اتقتلت ان هي بنتي، وقمت مخضوض عليها بالليل واتخضيت عليها. انا ما بحبش اشتغل في الاطفال خالص ولا عيال صغيره نهائي، على مجرد الزمن اللي انا عايشه ده كله ما بحبش اشتغل ولا في اطفال ولا في عيال صغيره.